فضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا. السلام عليكم دايرين، لبس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الجولة في واحد السونتر دارو جديد في جهة ليل، اللي كتعرفوا راه مزيان واللي ما كتعرفوش بغيت يعني تستفد من هذا الفيديو وتعرفوا. المهم هذا السونتر سميتو ليلينيوم ومشيت ليه اول مره، يعني كنمشي ليه حيت يلا هكاك شي 3 سيمانات واقيله باش تفتح، ما عقلاش بالضبط، وفي بزاف هكا نتاع المحلات، والواحد ملي كيمشي الليل هكا يبغي يبدل، يعني يعرف فين غيمشي، اش من بلاصه، اش من سونتر كوميرسيال اللي غيمشي ليه. على داكشي قلت زعما كنشاركوا مع البنات اللي كاينين هكا ما كيعرفوش وياخذوا فكره. وعاوتاني كاين تماك واحد الريستورون نتاع الهنود، مشيت اول مره، حتى انا كنمشي يعني ناكل تماك اول مره، صراحه اول مره كنمشي كناكل عند هكا مطعم هندي، المهم الماكله نتاعهم، ونشارك معكم الراي نتاعي وصورت لكم شويه تماك حتى شنو عندهم شنو كياكلوا تماك. المهم هنايا كما كيبان لكم في الفيديو راه لي ماغازان داك المحلات اللي كاينين عندهم تماك، سواء تاع الباس سواء هكا لي ريستورون، المهم كلشي راه باين تماك في داك التصويره. وهنايا المهم ما صورتش لكم يعني المحلات هكا حيت كاينين بزاف وما دخلتش ليهم كاع، صورت لكم غير على برا كي داير. صراحه راه مزيون يعني كبير تبارك الله، كبير اكثر من اوغاليل، وليني المهم المجازات اللي كنشوف هكا في اوغاليل كاينين اكثر نتاع المحلات اكثر من هنايا، وليني حتى هذا فيه ما يتشاف يعني واسع وفيه اتساع، يعني الواحد يمشي تما كيتسارى هكا يدير شوبينغ الا بغى، سوا يدير الشوبينغ سوا يمشي هكا ياكل يتغدى تماك ولا شي حاجه، المهم يدوز الوقت نتاعو ويبدل الجو هكا. المهم خليكم مع الفيديو، راه الفيديو كيوضح لكم شنو كاين تماك. نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا. هاد الغيستون سميتها ناماستي وعندها البوفي كما كتشوفوا هنايا في التصويره، والاثمنه باينه عاوتاني في التصويره. المهم عندهم البيفي تماك وكتخلصوا هكا باقي لبنهار 14.90 في السيمانه، وفي لو سوار مهم كيكون الثمن زايد. المهم عندهم بيفي يعني الماكله سبيسياليتي نتاع الهنود كما كتشوفوا هنايا في البيفي، عندهم داك لا سالاد مع المرصوات هكا نتاع الدجاج، وعندهم لا سالاد عاوتاني لاماش، هذيك لاماش وهذه عاوتاني لا سالاد هكا بوحدها، وعندهم لي كاروت خيزو هكاك محكوك، وعندهم عاوتاني نتاع الملفوف سواء الابيض سواء الاحمر هكاك، وهادي لاصوص المايونيز مع التون. المهم صراحه هادي زوينه، حتى لاصالات نتاعهم المهم كلها زوينه، غير لو شوا ما عندهمش الاختيار بزاف، هذاك هو المشكل. يعني نورمالمون ريستورون ا فولونتي يعني كيكون فيها بزاف نتاع لو شوا هكا الاختيارات، وهادي ماشي حتى تماك الاختيار نتاعهم ماشي بزاف. وهادي عاوتاني اللي كتبان لكم خضراء، هذيك لاصوص نتاع الياغورت هكا بلامونت على داك الشيء هكاك خضراء، المهم حتى هذيك ما بيهاش، المهم مزيونه حتى هذيك. وفي عندهم عاوتاني الاكثريه يعني الدجاج، عندهم هذا الدجاج الاحمر هكا هذا حرشي شويه، والخبز نتاعهم المهم كاينين لي بينيه نتاع البصله والبريوات نتاع الخضره، وهذوك لي بول نتاع لي بوم دو تيغ نتاع البطاطا. هنايا عندهم المهم الرز بالانواع، كاين هذاك اللي فيه سيترون المهم فيه المذاق نتاع سيترون، هذا حار هذا الاحمر حار، والاخر الابيض المهم ناتور هذاك طبيعي هكاك وصافي. وعندهم هذا عاوتاني معقل شنو فيه، المهم هذا اللي حار وقيل هذا اللي كيكون هكاك حار، وعندهم هذا لاصوص بيكونت حار حتى هذيك، وداك الخبز عاوتاني داير بحال الشيبس هذاك.
المهم في الرز عندهم غير ديك ربعة نتاع الماركت وصافي، وعندهم هاد اللي بلاو تاني هكاك بلاصوص. الصراحة المهم أنا زعمك يعني قلت نجرب، ماشي ولا يعني صراحة المهم أنا كنقول لكم يعني الذوق نتاعي ما عجبنيش، ماشي حتى لتماك يعني لو شوا. وعاوتاني حنا الصراحة مولفين مع الماكلة نتاع الماكلة المغربية والعرب بصفة عامة، يعني حسن هكا يعني نتاع الهنود، ويعني حيت كتشوفي هكا يعني بلي صوص بزاف ما عارفة شنو فيهم يعني بالضبط نيشان. وهادي الكفتة مع المطيشة، هذا الحوت جربته هذاك بلاصوص نتاع الحليب نتاع الكوك، المهم ما بيش حتى هذاك يعني عادي. وعندهم ليمون عاود تاني المحار هكا، وهذه اللوبيا مع شويه نتاع الماطيشه، وعندهم داك لاصوص عاود ما عرفتش شنو فيها هذيك، ما دقتهاش صراحه. المهم غير هادشي اللي عندهم في ليبلا، ما عندهمش يعني بزاف نتاع لوشوا هكا يعني في ليبلا. وهنايا كنوري لكم كاينين عندهم شي بيني هكا يعني نتاع لاباط، ودايرين فيهم البصله وما عرفت يعني شي الربيع هكا، المهم شويه نتاع الخضره هكا البصله، المهم مزيونين صراحه دوك. حتى داك البصله المقليه البنيه نتاع البصله حتى هذاك مزيون. وهنايا هذا الفيديو فيه الديسير يعني نتاعهم، غير هادشي اللي عندهم مهم تاع الديسير. الاختيارات اللي عندهم هادشي يعني بحال سبيسياليتي نتاعهم، وكاين تماك الفوق الفورماج وصافي. هادو هذاك الخضره وهذيك الحمراء، المهم داك الحلوى يعني صافا حتى هذيك صافي. عندهم لا كلاص، المهم تقدري تاخدي يعني تاكلي شحال ما بغيتي صراحه، غير الواحد خصو ما يديرش التبذير وصافي. ولاني المهم ما كانش الاختيار بزاف، حيت انا كليت هكا سبقلي وكليت هكا في لي ريستورون ا فولونتي كيكون فيهم الاختيارات بزاف، سورتو هكا لي ديسير. المهم كلشي لي بلا ولي زونطري، المهم كيكون عندهم بزاف نتاع الاختيارات. هذه ماشي بزاف نتاع الاختيار، المهم قلنا يعني نجرب حتى الماكله نتاعهم صافي. داكشي اللي درنا. المهم وصلت لاخر الفيديو، كنقول لكم شكرا بزاف على المشاهده، وراني شاركت معكم الاكسبيريونس نتاعي والتجربه نتاعي في هذا المطعم.